بصي يا ستي، لو ما عندكيش شوربه متخزنه او ما انتش عامله فراخ مسلوقه مثلا او بط او رومي او ايا يكن اللي بتشرب بيه اللي بتاخدي الشوربه بتاعته تشربي بيها المحشي ده، مش دهن يعني، مش دهن انا مسيحاه ولا سمنه. ديت عارفين الديك الرومي بيبقى عنده حاجه من قدام كده اسمها طبل، انا اخدتها وقطعتها وسيحتها وطلعت لي ده. ولو عندك شوربه عملتيها بتاعت بط او بتاعت فراخ وكانت سمينه جدا حطيها في الفريزر او في الثلاجه، هتسقع هتعمل وش هتشيليه هيبقى ده، تحطيه في كيس او في علبه، وكل ما تحتاجي شوربه هتطلعي وتعمليه بالمنظر ده. استنيني هنا الحته الطفله دول انا كنت عاملاها سخنت. هنا بقى بصوا، بصله متقطعه جوليان، بصلتين صغيرين متقطعين جوليان، وطماطميه واحده متقطعه جوليان، ثلاث فصوص ثوم دقتهم بالسكينه كده فرغتهم. شوفي زي ما انتم شايفين كده، حبه كمون حصى قليلين قوي، حبه فلفل حصى قليلين قوي، حته قرفه، خمس مسامير قرنفل. هننزل بده كله كده مع بعضه وهنشوحه وهنوصل للتشويح اللي احنا عايزينه، وارجع لكم. كده انا وصلت للشكل اللي انا عايزاه، زي ما انتم شايفين اهو اللون اخد من البصل ومن الطماطميه. مش هنحمر البصل قوي يعني، لما بنسلق طير ولا حاجه ما بنحمروش البصل. هننزل بميه مغليه بارده ايا يكن على حسب استعجالك يعني، انا بس عشان مستعجله شويه هحط ميه مغليه. هتقولوا لي بقى طب ما واحنا بنسقي المحشي الخضار الحاجات دي كلها، لما الميه هتاخد لها غلوتين في الحله تمام، والشوربه تاخد غلوتين كده وتتظبط. بالمصفى هصفيها، هشيل كل ده منها وهرجع اقول لكم عملت فيها ايه. ادي شوربتنا الحلوه اهي، بعد ما صفيتها ما عادش فاضل اي الشوربه بصل ولا طماطم ولا حاجه، ممكن تلاقوا فلفلايه هربانه ولا حاجه. دي بقى معلقه من تسبيكه الايه، صلصه المحشي. ليه بقى؟ لان هعمل ملوخيه، بعد ما اشرب المحشي هعمل ملوخيه، فالملوخيه بتحب يكون فيها ايه، مرقتها حمراء زي كده. يلا تاكلوها وانتم متهنيين وبصحه وسعاده. الناس بقى اللي هتخش تنظر عليا وتقول لي مش كلنا مربيين طيور، احنا ما بناكلش بطس الاسعار غاليه، احنا ما بناكلش رومي اصل الاسعار غاليه. طبعا انا بتكلم بطريقه ايجيبت مش بطريقه مصر، ايه مع انهم بياكلوا كل حاجه الناس دي يعني. ايه ممكن بمعلقه سمنه بلدي، معلقه زبده، معلقه زيت ذره، ويعملوا كل اللي انا قلت الخطوات اللي قلت لكم عليها دي، بس كتروا التوابل شويه. يلا فرتكم بالعافيه.